اجتياز هذا الحاجز ممنوع، ودخول تلك المنطقة يلزمه تصريح خاص. إجراءات أمنية مشددة فرضتها السلطات الفرنسية تزامناً مع دورة الأولمبياد غيرت قليلاً من معالم باريس وسببت استياءاً لبعض سكانها. Et je pense que c'est pas encore fini, c'est que le début. Beaucoup de Parisiens vont au travail avec les transports en commun. Beaucoup de collégiens, d'écoliers. Mine de rien, le fait qu'il y ait beaucoup de monde, c'est quelque chose qui nous embête, qui nous impacte beaucoup dans notre quotidien. باريس أعدت منظومة أمنية خاصة قبيل انطلاق الدورة الصيفية بأشهر، شملت الأحياء المجاورة لنهر السين والمناطق القريبة من القرية الأولمبية، وأنشأت نظام شيفرة أو QR كود يتوجب على أي شخص من المقيمين أو التجار وحتى السياح امتلاكه كي يسمح لهم بالمرور من المحيط الأمني الذي حددته الحكومة. ورغم اعتراض البعض على النظام خاصة من كبار السن الذين قد يجدون صعوبة باستخراج التصاريح إلكترونيا، لكن هناك من رحب بالتشديدات قائلين إن باريس تعاني من أزمة السرقة وتواجه تهديدات إرهابية. La France était, on annonçait des choses terribles. Je pense qu'on ne peut pas prendre l'ombre d'un risque. Voilà. Les policiers ont été parfaits, ils ont été aidants. Au début, c'était un peu, ils ne savaient pas trop. Ensuite, ils ont été aidants. Moi, je les ai vus. Franchement, j'ai rien à dire. ووفقا لوزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانان، فقد تم نشر أكثر من 45,000 ضابط شرطة و10,000 جندي في المناطق التي ستقام فيها المسابقات، وحتى اللحظة لم ترد أنباء عن وقوع حوادث خطيرة.